السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين متابعينا في كل مكان. يا رب النهارده تكون بخير وصحه وسعاده. النهارده الحلقه بتاعتنا زي ما شفنا الاسبوع اللي فات عملنا مع بعض شوفان دايت وتخسيس وكده، النهارده هنعمل شوفان بس اللي حابب ان هو يزود الوزن بتاعه، لان احنا عارفين الشوفان ممكن نشتغل منه دايت، وممكن لو احنا حابين ان احنا نروح الجيم ونستخدم الشوفان معانا في زياده حجم العضله، ممكن النهارده نعمل وصفات جميله جدا والقيمه الغذائيه بتاعتها عاليه. زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات عملنا حلقه للدايت، النهارده الاسبوع بتاعنا هيكون متخصص للشوفان. هنعمل منه مشروب للطاقه لزياده الوزن، وكمان هنعمل منه نوع من انواع المهلبيه، عارفين برضو القيمه الغذائيه بتاعته عاليه لان فيه نسبه بروتين، وكمان هنعمل مع بعض احلى كوكيز بالشوفان. يبقى الحلقه بتاعتنا النهارده تكون عباره عن ايه؟ عندي مشروب الشوفان، وعندي كمان اللي هو مشروب الطاقه، وعندي كوكيز هنعمله مع بعض بطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه، وكمان عندي مهلبيه هنعملها النهارده حلوه قوي هنتفرج عليها لحد نهايه الحلقه. ده المنيو بتاعنا لو ينزل على الشاشه. زي ما قلت لكم عندنا ثلاث اصناف اجمل واحلى من بعض، زي ما احنا شايفين عندي كوكيز، عندي مشروب الطاقه، عندي مهلبيه الشوفان. حابب اول حاجه ابدا بيها مهلبيه الشوفان. مهلبيه الشوفان المقادير بتاعتها عباره عن ايه؟ انا عندي كيلو من اللبن، وعندي كمان زي ما احنا شايفين على الشاشه نزلت كيلو من اللبن خالي الدسم، عندي كمان كوب دقيق الشوفان، عندي 100 جرام من الكاكاو، عندي كمان كوب سكر، عندي معلقه نشا واحده ممكن نحتاجه ممكن ما نحتاجهاش، عندي كمان فانيليا، وعندي 3 معالق كريم شانتيه. ديت المقادير اللي احنا نشتغلها دلوقتي. اول حاجه حابب كده نرجع تاني، اول حاجه نقول بسم الله، انا عندي زي ما قلت لكم كيلو من اللبن مش مستخدمه كله، مخلي كوبايه لوحدها عشان هنشوف واحنا شغالين مع بعض هنستخدمها ازاي. كل انا هعمله على البارد، حطيت نقول كيلو الا ربع من اللبن، وعندي كمان كوبايه سكر واحده. عايز اقول لكم القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم لو حد حابب ان يزود الوزن بتاعه، الوصفات بتاعتنا النهارده لزياده الوزن مش للتخسيس. طبعا نقدر ندخل اي نوع من انواع المنكهات، لو حابين ندخل فواكه مكان الكاكاو، كل الانجريديان او المكونات اللي احنا حابين نعملها موجوده عندنا في البيت متوفره، نقدر نشغلها بطريقه سهله وبسيطه. انا اهم حاجه وانا بضرب دلوقتي كده ان السكر يبتدي ان هو يدوب معايا. طبعا ما ينفعش اللبن يكون دافي او يكون اللبن سخن على النار ونزل السكر، لان انا محتاج اللبن يكون بارد على اساس لما اجي انزل دقيق الشوفان ينزل ويستوي براحته، ما يكونش نازل على اللبن واللبن يكون درجه الحراره بتاعته عاليه فمش هياخد وقت معايا. كده انا السكر يعتبر داب معايا، ده اول خطوه من الخطوات اللي انا هعملها. عندي بعد كده دي الشوفان زي ما قلت لكم، عندي من كوبايه لكوبايه ونص، عندي الكوبايه بتاعه اللبن ديت اللي احنا هنعمله. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنحط اللبن مع الكاكاو مع كريم شانتيه، هنضربهم ضربه في الخلاط على اساس يكون دي الشوفان ابتدى ان هو يستوي معانا. بعد ما يستوي ابتدي ان انا انزله تدريجيا. كل اللي انا هنزله في الوقت الحالي عندي الفانيليا من المنكهات اللي هتخلي لي المهلبيه طعمها وتستها جميل. عندي دي الشوفان بنزله على البارد زي ما قلت لكم، بنبتدي ننزل واحده واحده، وزي ما قلت لكم لو انا حبيت ان انا استغنى عن النشا ممكن استغنى عنه، بننزل واحده واحده بالشكل ده. طبعا لو ما لقيناش دي الشوفان نفسه ممكن نجيب شوفان بالشكل دوت وممكن نضربه في الكبه زي ما انا ما عملت كده بالظبط، يعني لو مش متوفر دي نفسه بيكون ناعم ممكن نجيبه الشوفان سليم زي ما هو وبعد كده احنا نضربه في الكبه. نقلب كده واحدة واحدة، ننزل براحتنا مش مستعجلين عليه على اساس ما يكلكعش معانا. لو انا ما استخدمتش النشا في الوصفة دي كده كده هيتقل، بس انا عشان كيلو اللبن على الكمية دي فمحتاج معلقة واحدة بس من النشا. نقلب كده باستمرار لحد ما نحس ان هو هيبتدي يدوب معانا، ونسيبه على نار هادية يستوي براحته.
وانا شغال كده ممكن اخد كوباية اللبن مع الكاكاو ونضربهم في الخلاط مع بعض، وننزل معاه كمان الكريم شانتيه. وادي كريم شانتيه، وعندي كمان معلقة النشا. اللبن اللي احنا اشتغلنا فيه نزله هنا، عايز اقول لكم يا جماعة بجد هيكون تستها خطير جدا. نرجع نكمل باقي التقليب. انا يا دوب بس السوانه اللي انا سبتها ابتدت تتقل معايا سنة، فافضل اشتغل كده واحدة واحدة، بقلب بيها واحدة واحدة على اساس ان هي بتبتدي تستوي معايا. لو نزلت الكاكاو مع النشا دلوقتي مع كريم شانتيه هيتقل معايا وهيكون لسه الشوفان ما استواش. فكل اللي انا اعمله بس كان ان اضربه لمده دقيقه او دقيقتين لحد ما يبتدي يتظبط معايا وياخد السوا بتاعه المظبوط. بعد كده نقدر ننزل الكاكاو مع النشا مع كريم شانتيه. لو حبينا نستخدم طبعا عسل مكان السكر ممكن نستخدم عسل مكان السكر، مفيش اي مشكله خالص لو احنا حابين نقلل السكريات منه. بس زي ما قلت لكم هي دوت بالنسبة لي لزيادة الوزن، مش يعني انا النهاردة لو محتاج حد يكون عندي نحيف شوية ومحتاج ان انا ازود له الوزن ممكن اعمله المهلبية، ممكن عند عصير الطاقة اللي احنا نعمله مع بعض، ممكن الشوفان اللي احنا نعمله الكوكيز اللي احنا نعمله نقدر نقدمه جنب شاي. يعني زي ما قلت لكم هي الوصفة النهاردة لزيادة الوزن مش للدايت. تمام كده ابتدى ايه الرغاوي اللي فيه تقل شويه وابتدى يتقل معايا سيكه، يعني حاجه بسيطه. كده تمام. في المرحله ديت ممكن اعمل ايه بقى؟ ابتدي انزل تدريجيا، مش انزل بيه مره واحده، انزل جزء كده زي ما احنا ما شايفين واقلب المكونات كلها تدخل مع بعض، استنى شويه انزل بالجزء الثاني لحد ما يبتدي يتقل معايا. كريم شانتيه على فكره هيديله نكهة وطعم جميل جدا جدا. ادي الكمية كلها نزلت. اهم حاجة في المهلبية او القصر لما نيجي نعمله ما نسيبش المضرب من ايدينا، لازم باستمرار نفضل نقلب فيه واحدة واحدة كده على اساس ما يكلكعش معانا ويبقى فيه كتل من تحت، لازم نفضل نقلب من تحت لفوق كده بالشكل دوت. الكوكيز طبعا احنا عملناه قبل كده بكذا شكل، عملنا منه بالقرفة، عملنا منه بالجنزبيل، النهاردة أول مرة ممكن نكون هنعمل منه كمان بالشوفان بطريقة جميلة جدا. لو حبينا ان احنا نعمل كوكيز شوفان النهاردة عشان في سكريات، لو احنا حبينا ان احنا نعمله دايت نفس الانجريديان اللي احنا بنعمله النهاردة اللي هو الشوفان مع البيض مع الملح مع البيكنج باودر مع الزبدة، بس بدل السكر ممكن احط معلقة عسل واحدة بس، ده اقدر كده ادخله مع الدايت زي ما احنا ما عملناه قبل كده برضو كان دايت بس ما كانش معمول بدي شوفان. كده تمام ابتدى يتقل معانا دقيقتين بالظبط وممكن اللي احنا نقدر نقدمه، وطبعا بنخليه بره يبرد براحته وبعد كده ندخله التلاجة ونقدمه لاي حد يجي لنا من الضيوف او لأولادنا زي ما احنا عايزين.
ايه رايكم ننزل بالقيمه الغذائيه بتاعت المهلبيه الشوفان ونتكلم مع بعض باستفاضه على القيمه الغذائيه بتاعت الشوفان ومهلبيه الشوفان بالاخص كده؟ ابتدت يتقل معايا فعلا دقيقه بالظبط كمان، وبعد كده ممكن ان انا ابتدي ارفعه من على النار. طبعا القيمه الغذائيه بتاعت مهلبيه الشوفان عباره عن ايه؟ بيحتوي طبعا على نسبه عاليه جدا من الكالسيوم، لان كده كده اوريدي فيه لبن، بجانب نسبه البروتين مع المعادن مع الاملاح نسبه كويسه جدا جدا. واحنا عارفين طبعا المهلبيه بيحتوي على اعلى نسبه من الدهون المشبعه والغير المشبعه، ده بالنسبه للقيمه الغذائيه بالنسبه للمهلبيه. في ناس كتير على فكره بتخاف انها تدخل الشوفان في كل اكلها، هو مفيد جدا لينا بس احنا ما نكترش، يعني ما يكونش مثلا النهارده زي ما احنا شايفين كده ديت القيمه الغذائيه للشوفان. ممكن نطلع كده التليفون ونبتدي نصور زي ما احنا ما عايزين. الشوفان طبعا زي ما قلت لكم ممكن نستخدمه في زيادة الوزن، وممكن نستخدمه كمان في الدايت والتخسيس، بس ما ندخلهوش في اكلنا باستمرار، يعني نقدر نعمله مثلا كوجبات أساسية بالنسبة لو دايت، ما يكونش باستمرار الشوفان نقدر ندخله كل يوم وبكميات كبيرة على أساس الحاجة لما بتزيد عن حدها بتكون مش كويسة. كده ابتدت تقل معانا، وزي ما احنا ما شايفين دقيقة واحدة كمان وعندي البول اللي أنا ممكن أقدر أقدم فيها أحلى مهلبية شوفان. معانا اتصال ام محمد. السلام عليكم يا شيف شهاب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحتك عامل ايه؟ ربنا يخليك، انت اخبارك ايه؟ ربنا يصحى ما بين ايديك يا رب، وحاجه الشوفان دي تسلم ايديك فيه. ربنا يبارك فيك. بالمره تعمل لنا عيش شوفان بالمره. اعمل ايه؟ عيش شوفان بالمره. حاضر، عينيا الاثنين. عيش، تسلم عينيك، تسلم عينيك، وحاجه الشوفان دي يعني محتاجينها بصراحه، يعني ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك، حاضر اعمل لك كل اللي انت عايزاه. ربنا يبارك لك يا رب. شكرا لاتصالك. كده خلاص ابتدى يتقل معايا. عايز اوريكم بس ان انا مش محتاجه يكون تقيل قوي. شايفين ابتدى يعمل ازاي؟ انا اديله بس تقليبه واحده وبعد كده ممكن اقدر اقدمه. عارفين طبعا كل ما يقعد بره كل ما يتقل زياده، ولو احنا مش حابين الكاكاو ممكن نستخدم مكانه القرفه، يكون تيستو جميل جدا، والجنزبيل كمان في المهلبيه بيكون تيستو مختلف. احنا متعودين المهلبيه بنعملها باللبن عادي، او ممكن نحط عليها كيس الكاستر، بس لو احنا حاطين عليها الجنزبيل او القرفه او كاكاو من المنكهات الجميله جدا. كده تمام زي الفل، اقدر اقدمها في الوقت الحالي. لو حد سأل الشوفان استوى، طبعا الشوفان استوى، هو كبير وبياخد له حوالي 3-4 دقايق على النار تقليب، وبعد كده بيكون مستوي معانا وزي الفل. نرجع هنا نبعد عن النار عشان كل ما يقعد على النار كل ما يتقل معانا. تمام، كيلو لبن نقدر نعمل منه كمية محترمة جدا. تمام،
شايفين يا جماعة الجمال عامل ازاي؟ نجرب الوصفة الجميلة ديت، أولادنا هيحبوها إن شاء الله. طيب تمام كده، تمام زي الفل. كل اللي أنا هعمله دلوقتي هنديله رشة كده صغيرة وهنطلع فاصل. قبل الفاصل عملنا أحلى مهلبية طلعت بالشكل ده، شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا جدا جدا. طيب كده حلو، شايفين يا جماعة متماسكة ازاي؟ احنا بس بنخليها حوالي 10 دقايق بره، وبعد كده ندخلها التلاجة حوالي ربع ساعة تبرد معانا وتكون زي الفل. زي ما قلتلكوا الكيلو عامل لنا كمية حلوة ومحترمة بالشكل ده. أنا عندي دلوقتي وصفة تانية هنعملها مع بعض، كوكيز هنعمله بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، والمكونات بتاعتها موجودة عندنا في البيت. كل أنا هعمله، أنا عندي الشوفان بجانب عندي السكر البودر. لو أنا حبيت اللي أنا أعملها دايت هخلي السكر البودرة ده هنشيله من الوصفة بتاعتنا ونحط عليها معلقتين عسل فقط لا غير، وهتشتغل معانا دايت. وعندي كمان زبدة بدرجة حرارة الغرفة. يعني ايه بدرجة حرارة الغرفة؟ يعني أنا عايزها بالشكل ده، ما تكونش سايلة معايا بس بالنسبة لي تكون طرية كده، عشان أقدر اللي أنا أشتغلها. لو جامدة معايا مش هتكون مظبوطة، ولو سايلة مش هتبقى ماسكة في الكوكيز كويس. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عندي كوباية ونص من أو كوبايتين من الشوفان، وعندي كمان كوباية سكر بودر، عندي 100 جرام من الزبدة، عندي رشة ملح، عندي كمان معلقة كبيرة من البيكنج بودر، بجانب عندي الفانيليا وبيضة واحدة. ديت المقادير بتاعتنا زي ما احنا شايفينها، كوباية زبدة أو نقول 100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، عندي كوباية سكر بودر، وعندي بيضة، عندي فانيليا، عندي رشة ملح، عندي كمان كوب ونص شوفان بجانب معلقة بيكنج بودر. كل اللي احنا هنعمله ايه؟ انا عندي الزبدة وعندي البولة، انزل بالزبدة كده واضرب الزبدة كده ضربة حلوة على اساس ان انا اخليها تفك معايا، وبعد كده بننزل تدريجيا الخليط اللي احنا هنعمله مع بعض. عندي السكر اقدر انزل بيه دلوقتي، مش هاخد كل الكميه بتاعت كل حاجه انا هعملها، بنزل تدريجيا حتى لو انا شغال بالمقادير على اساس تطلع معايا مظبوطه ما تكلكعش معايا وتطلع مظبوطه وكويسه. اهم حاجه اضرب السكر والزبده ضربه كده تكون محترمه، عايز اضربه في مضرب ممكن، عايز اضربه يدوي زي ما انا بعمله كده الموجود عندي في البيت اقدر اشتغل بيه. عندي رشة الفانيليا، وعندي كمان رشة ملح واحدة. اهم حاجة السكر ما يحسش بيه وانا بضربه في ايديا، ما يكونش في الصوت الخشن ده ما يبقاش موجود، كله يتضرب مع بعض عشان يطلع معايا النتيجة كويسة جدا. نعمل مقادير زي ما احنا بنعملها، المقادير نشوفها بالظبط ازاي ونمشي عليها، نفس الخطوات اللي احنا بنعملها لازم نمشي عليها عشان ما يجيش حد يعمل نفس الخطوات اللي احنا بنعملها وبنفس المقادير يقول طلعت مش مظبوطة، بيكون السبب اللي احنا مش بنخدم على الحاجة اللي احنا بنعملها مظبوط. كده تمام، عندي البيضة واضرب تاني كويس، لو حبيت انا اعمله بدقيق الشوفان نفسه ممكن، لو حبيت اعمله بالشوفان الخشن بالشكل ده انا حابب اعمله بالشكل ده هيكون جميل جدا.
ابتدي انزل تدريجيا. معنا مريم من القاهره. مساء الفل وصباح الفل وكل تحيات الدنيا كلها. مساء الفل والورد والياسمين عليكي. انت بتعمل اجمل حاجه في الدنيا بايدي شوفان. ربنا يخليك يا رب. انت عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك حاجه، نفسنا تعمل لنا بقسماط الشوفان. بقسماط الشوفان؟ طب ايه رايك بقى ان الحلقات الجايه ان شاء الله خصصة في الشوفان؟ هنعمل مع بعض كل وصفات الشوفان، حابه اللي انت كمان البسكوتات. كوكيز الشوفان، حاجات الشوفان كده جميله. بص انا حاليا بعمل في كوكيز اهو، تمام؟ والفتره الجايه ديت هنهتم شويه بالشوفان. الله يكرمك، الضغط والسكر ربنا يكسرهم. عينيا الاثنين. حاضر يا ماما. تسلم عينيك وتسلم وقفتك. تأمور انت بس. شكرا لاتصالك. انا عندي البيكنج باودر، ابتدي انزل بيه واضرب ده كده ضربه حلوه بايديا. زي ما قلت لكم اهم حاجه ان انا اخدم عليه كويس جدا. تمام، نشيل ده كده. وعندي هنا ايه تاني ممكن اقدر اللي انا اعمله؟ عندي الصينية بجيبها وعندي ورق الزبدة. كل اللي انا هعملهم هاخد كده جزء من العجين اللي احنا عملناه ده، هيطلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، تمام كده. زي ما قلت لكم انا ممكن استخدم الدي نفسه، ممكن اشتغل بالناعم وممكن اشتغل بالخشن. بعمله كده قالب كده مدور. القطعة زي ما احنا شايفينها متماسكة معانا. بنخلي بس في فرق كده ما بينهم، لان كده كده هيبتدي ان يزيد عشان البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. تمام، زي الفل. الحجم اللي احنا عايزينه ممكن نقدر نعمله زي ما قلت لكم. طبعا لو دخلنا شوكليت شيبس هيدي تيست جميل جدا للوصفة ديت. لو حبينا ان احنا برضو نحط عليه زبيب هيكون تيسته وطعمه جميل. زي ما قلت لكم الخطوات اللي احنا بنعملها نمشي عليها، والانجريدين او المكونات موجودة عندنا في البيت نقدر نضيف اللي احنا عايزينه. طب ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا؟ قبل الفاصل عملنا الفاصل الاولاني، عملنا المعلبية بطريقة جميلة جدا. الفاصل التاني عملنا كوكيز. دلوقتي عندنا مشروب الطاقة. زي ما قلت لكم كل اللي بيروح الجيم هيكون عارف المشروب دوت. ناس كتير جدا بيعملوه قبل ما يروحوا الجيم على اساس بيكون بيزود حجم العضله، لان احنا عارفين القيمه الغذائيه للموز نفسه، لان الموز بيكون فيه نسبه كازين بيعوض ممكن نقدر نقول المجهود بتاع العضله. وفي نفس الوقت الشوفان ممكن نستخدمه في الدايت وممكن نستخدمه في زياده الوزن، بجانب عندي البروتين والعسل مهم جدا جدا في الوصفه ديت. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل مع بعض مشروب الطاقه. عباره عن ايه؟ انا عندي كوبايه واحده من الشوفان، وعندي كمان كوباية لبن، عندي كمان 50 جرام زي ما احنا شايفين على الشاشة.
عندي كوبايه شوفان، عندي معلقه عسل ابيض، عندي موز، عندي زبادي، عندي كمان كوب من اللبن. اهو نشيلها اهو. كل اللي احنا هنعمله تمام. عندي الموز، ندي 3 موزات مش اكتر من كده، بجانب عندي الزبادي، وعليهم معلقتين من العسل. كده تمام. وعندي كمان كوباية الشوفان بجانب كوباية اللبن. لو حسينا ان هو خفيف ممكن نديله كمان موزاية، ولو تقيل ممكن نزود شوية لبن. كل اللي انا هعمله هروح على الخلاط على طول اضربه. ممكن لو حد ما بيحبش طعم اللبن وحبينا ان احنا نضيف عليه قرفة ممكن يقدر نضيف عليه قرفة على اساس نغير النكهة بتاعته، وممكن لو اللبن برضك مش مستحب الناس ممكن نديله سنة من الفانيليا، هيدينا طعم جميل جدا مع كريم شانتيه. كده تمام بقى زي الفل، نقدر اللي احنا نقدمه في الوقت الحالي. عايز اقول لكم تيستو جميل جدا، الوصفة تكون حلوة زي الفل. طبعا وصفتين اسهل من بعض، ما خدوش طيب. حد سألنا دلوقتي عايزين نعرف مهلبية الشوفان بتتعمل ازاي، طبعا جالنا سؤال دلوقتي على الصفحة عايزين نعرف او نعيد لو تنزل المقادير بتاعتنا على الشاشة. انا كان عندي كيلو من اللبن، وكان عندي كمان نقدر نقول 3 معالق من الكريم شانتيه، كان عندي كوباية واحدة من السكر، بجانب كان عندي الفانيليا، وكان عندي كمان الكيلو من اللبن خالي من الدسم. عملنا زي مع بعض، هقول لكم دلوقتي واحدة واحدة واحنا شغالين مع بعض اتعمل ازاي. كل اللي احنا عملناه كان عندي كيلو من اللبن، خدت كيلو الا ربع حطيناه على نار هادية، وبعد كده نزلنا عليه بكوبايه من السكر وقلبناه واحده واحده تدريجيا، ولازم ما نحطش على درجه حراره عاليه، ممكن نعمله احنا بره النار، وبعد كده نحط على النار براحتنا لحد ما ندوب السكر واحده واحده. دي كانت اول خطوه بالنسبه لي. بعد كده كان عندي الخطوه الثانيه، كان عندي ربع كيلو من اللبن زي ما قلت لكم، احنا قسمنا كيلو على 2، خلينا كيلو الا ربع على النار وربع كيلو خليناه بره، ضربناه مع الكاكاو وضربنا كمان معاه الكريم شانتيه مع معلقة واحدة من النشا. طبعا زي ما قلت لكم هو هيكون متماسك بالشكل ده، خلاص كده انا اقدر ادخله التلاجة ونقدر نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة، وتستو زي ما قلت لكم حلو بجانب القيمة الغذائية بتاعته عالية. بعد كده لما ابتدى لبن يدفى معايا مش محتاج ان انا اخليه يكون على درجة حرارة عالية، نزلت بالشوفان دي الشوفان وابتديت اقلبه واحدة واحدة على اساس ان دي الشوفان يبتدي يستوي معايا زي ما انا عايز. بعد كده خدت الانجريديان كله اللي انا عملته من بره، حطيناه اللي هو الكاكاو مع كريم شانتيه، حطيناه على اللبن وابتدينا اللي احنا نقلبه واحده واحده. طبعا انا زودت في الكوكيز شويه البيكنج باودر، ليه؟ لان انا لو حبيت ان انا اقدمه بالشكل ده ممكن اقدمه بالشكل ده. طيب
بصوا، هو لو انا حبيت اقدمه كده ممكن ان انا اقدمه، لو انا حبيت ان انا اقطعه ممكن ابتدي ان انا اقطعه. طبعا البيكنج باودر كان النسبه بتاعته زياده شويه، فعشان كده ممكن يفرش معانا. حاجه زي ديت نقدر نعالجها ازاي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، ونقدر نقدمه جنب اي نوع من انواع البسكوتات. ممكن اقدمه زي ما قلت لكم، اقطعه مربعات او التقطيعات اللي انا عايزها اقدر اشتغل بيها. عملنا ازاي مع بعض الكوكيز؟ زي ما انا ما قلت لكم كان عندي، طيب هاتي اتصال من فاتي. الو، الو، ازيك استاذه فاتن؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيف، عامل ايه؟ ربنا يخليك، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلم وتسلم ايديك، ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك. طبعا يعني بنشكرك على الشوفان، قيمه غذائيه وهيلثي فود، فانا كنت عايزه ممكن اعمل التوست برضو بدقيق الشوفان، وتقدر تقول لي الطريقه؟ نعمل ايه؟ التوست بالشوفان. التوست بالشوفان، حاضر اقول لك دلوقتي احلى طيب توست شكرا. لو احنا حبينا نعمله بدقيق الشوفان. حاضر، عينيا الاتنين. طبعا نقدر ان احنا نزوق بيه زي ما احنا ما عايزين. زي ما قلت لكم البيكنج باودر كان الكميه من غير ولا بيض ولا اي حاجه ولا حليب. موز بالشوفان، حاضر عينيا الاتنين، اقول لك دلوقتي عليه. بس ابتدي ان انا ممكن ارص ده كده هنا، وبعد كده اقول لك دلوقتي عيش التوست هنقوله دلوقتي لو احنا حبينا احنا نعمله. مش كده عايزاه بالشوفان؟ حاضر اقول لك دلوقتي، بس ابتدي ارص الشوفان اللي احنا عملناه ده. بيكون طري شويه، ما بيكونش ناشف، لان اللي احنا عاملينه بدي الشوفان دوت اللي هو الخشن، فبيطلع معانا احنا بنسيبه بالظبط حوالي 4 دقايق او 5 دقايق بره، وبعد كده بيبتدي ان هو يمسك معانا ويكون جامد شويه. بنقدمه كده يا جماعه بالشكل ده. تمام، نجيب الناحية التانية كمان اتنين. ليه؟ دي كمان. طبعا احسن لنا اخليه ان هو يبرد شوية، بس انا حابب اوريكو الطبق لما بنيجي نقدمه بيكون شكله عامل ازاي. كده تمام، ده الفينش بتاعه. ممكن اقدر اقدمه هنا. سريعا كمان نقول كوكيز احنا عملناه ازاي لو حد لسه فاتح الشاشة معانا. انا كان عندي عباره عن ايه، كان عندي كوبايه ونص من الشوفان، كان عندي 100 جرام من الزبده بدرجه حراره الغرفه، وكان عندي كمان هنقلل بس البيكنج باودر شويه، نقول نص معلقه من البيكنج باودر، وكان عندي كوبايه من سكر باودر. لو انا حبيت استغنى عن السكر باودر واشتغل مكان السكر الباودر عسل ممكن، مفيش اي مشكله. وكان عندي كمان نور رش فانيليا نص معلقه من البيكنج باودر. كل اللي احنا عملنا ايه مع بعض، اول حاجه نزلت بالزبده، وبتاع كده قلبناها واحده واحده. زي ما قلت لكم لازم تكون لينه معايا، بس ما تكونش سايبه، كل ما تبقى سايبه كل ما تحل مني. بعد كده نزلت عليها بكوبايه من السكر، قلبنا تقليبه حلوه. نزلت بعد كده بالبيضه، ضربنا كل المكونات مع بعض. بعد كده رحت نازل بالفانيليا، وبعد كده رحت نازل بدي الشوفان. لو حبيت اشتغل بالشوفان، لو حبيت اشتغل بدي الشوفان مفيش اي مشكله، ممكن اشتغل بده ممكن اشتغل بده، بس ده بيكون ليه تيست وده ليه تيست. بعد كده قلبناهم تقليبه حلوه مع بعض، وبعد كده نقدر ان احنا نعمله. لو انا قللت البيكنج باودر منه اقدر اطلعه دور زي ما انا عايز، بس الكميه زادت مني فمفيش اي مشكله، احنا بنعالج اي حاجه.
لو عندي حاجه مثلا او فرشت مني من كميه البيكنج باودر اقدر ان انا اقطعه مربعات زي ما احنا شايفين. انا مين معانا تليفون ام احمد؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ شهاب، عامل ايه؟ الله يخليك، انت عامله ايه؟ حلو قوي كده الشوفار والحاجات اللي بتعملها لنا دي، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. عايزين بقى الحاجات الحلوه دي من ايدك على طول ان شاء الله. هنعمل شاء حلقات حلوه كتير ان شاء الله. شيخ شهاب اتفضلي. انا جاني هديه دقيق جوز هند، تمام، وزيت جوز هند، ومش عارفه اعمل بيهم ايه. انت ممكن تعملي منه احلى كيكايه. طب انا ما اعرفش مقادير، مش مره تقول لنا مقادير ولا حاجه؟ ربنا طيب يكرمك يا رب. حاضر، اقول لك دلوقتي مقادير. لو انت حبيتي تعملي كيكه الجوز هند اقول لك دلوقتي تعمليها ازاي. خلاص ماشي، ربنا يبارك لك. انت عندك زيت جوز الهند صح كده؟ طيب انت كل اللي انت هتعمليه، انت عندك نقدر نقول لو انت حابه تعملي الكيكه نفسها او الاسبونش يكون عالي شويه، احنا هنعمله 4 بيضات ونضربهم ضربه حلوه جدا في الخلاط في بالمضرب بتاعنا، وبعد كده ننزل عليهم بالفانيليا. ده بالنسبه لاول مرحله. بيكون عندي نقدر نقول حوالي 150 جرام من الزبده، ننزل عليهم بالزبده ونقلب مع بعض واحده واحده. عندي كميه بتاعت الجوز الهند ممكن تكون حوالي نقول 300 جرام او 400 جرام مع كوبايه واحده بس من الدقيق. نضرب ده مع بعض بجانب اللي انا عندي معلقه من البيكنج باودر.